قفشه من ساعه ما دخل النادي الاهلي بصراحه، هو فارق معانا جدا، حتى في بقول لك ماتشات ايه؟ ما بقاش موفق فيها بيجيب جوان. نص المكافاه ليه؟ لا والله يا كابتن، والله يا كابتن هو عارف، هو من غير اي حاجه هو عارف، هو عارف انا يعني انا بحبه قد ايه جوه الملعب وبره الملعب، أكيد يعني أكيد هو لعيب كبير وفارق معانا جدا. أكيد في لحظه هو دلوقتي كان بيتكلم عنها حس فيها ان هو هيجيب جون دلوقتي، انت حسيت في قبل الماتش ما يبدا او اثناء المباراه حتى في الشوطين انه قفشه ممكن يعمل حاجه في الماتش ده؟ انا حسيت بس يعني قفشه كان برده كانش موفق قوي في الماتش، فقفشه اكتر واحد بيساعدنا احنا كديفندرات انا والسوليه، فعلى طول انا بتكلم معاه يعني، فانا يعني شويه كنت قلقان عشان هو مش موافق قوي يعني. هو قفشه في اوقات كان بيجيب اجوان، وهو نجم الماتش، بيعمل ماتشات جامده جدا وبيجيب اجوان، وفي اوقات برده كان بيعمل ماتشات جامده جدا يعني ماتشات جامده جدا وما بيجيبش اجوان، فده بيبقى من التوفيق اللي هو بصراحه طول الموسم لا كان موفق يعني، في ماتشات كذا ماتش كان كويس جدا، كل الناس بتنتقده اكتر واحد شاط في العارضه. فاخر ماتش الحمد لله ربنا كرم اللي هو بقى 12 كره في العارضه يعني مش للدرجه دي 12 كره في العارضه، كل كره بيشوطها في العارضه. انت عددهم طبعا، وبلينين مضيع بلينين في العارضه، ومثلا 10 انفرادات. لا انا كل الحاجات دي عامل فيديو ليا بتفرج عليه دايما، عامل فيديو اسمه العارضه. لا عامل فيديو العارضه، عامل فيديو الانفرادات عشان اتعلم الحاجات دي. لازم ده فيديو العارضه يعني. والله انا لازم الحاجات دي كابتن. حضرتك لو تلاحظ الجون بتاع الوداد انفراد بالظبط، الجون بتاع المنتخب شبه انفراد برضه، انا رقصت واحد وحطيت بطن رجلي، فانا اتعلمت من الحاجات دي، فعشان كده بتفرج على الحاجات دي. بتراقب اخطاء. انا معايا وكيلي فهو بيجيب لي كل الكلام ده يعني. طب حلو انك بتتفرج على وبتصحح اخطائك، بس انا اعتقادي ما تبقاش اخطاء، ان لك هي جزء كبير منها حظ انك بتشوط صح وبتيجي في العارضه، لكن